لذلك بتلاحظون أنه في هذه السنة كما كان متوقعا وكما في كل سنة أنه كل دول آسيا تقريبا كل دول آسيا اليوم أعلنت أنه غدا إكمال الشهر، كلهم ما شافوا يعني تأكيد. بالعراق احنا هم نشوفه، يعني من أعلن هو لم يراه، بس يعني قد تكون هي يعني يعتمد على رؤية الآخرين. يعني كان فيه استحالة، أول العراق هم كان يوم كان أكو غبار وأكو هذا يعني صعب أن أن أن, أن يشاهد. ولكن تلاحظون آسيا كلها اليوم مسلمي آسيا، لذلك الآن حوالي 80% من المسلمين أعلنوا أن السبت هو العيد وليس هذا. طبعا هي ما بها طائفية، لأنه المسلمين غالبيتهم السنة هم أعلنوا السبت هذا، يعني مو قضية شيعة وسنة، لا المسلمين الهند يعني كم هذا، المسلمين الأندونيسيا سنة، يعني ليست مرتبطة بالسنة والشيعة، والباكستان غالبيتهم سنة، يعني هذه ما لها شغلة بسنة وشيعة. يعني القصد أنه هنالك قدرة. أما تقول لي تلسكوب، أخوان تلسكوب هذا خداع، ما يصير. أو تقول لي حسابات ما يصير، لأنه هذا ينتهي الشرع، لأنه ولادة الهلال تعتمد على الرؤية، لأن نهاية رمضان تعتمد على الرؤية أيضا. أنت من تقول لي الهلال راح يدخل فلكيا فلان يوم، لازم تحدد لي فلكيا شو وقت ينتهي أنت، وقد يكون هو ما انتهى رمضان، يعني فبيها جانب شرعي.